طيب الفقرة الأخيرة هنتكلم فيها وهنواصل بقى كلامنا عن مستجدات الكرة المحلية والعالمية، كلام كتير جدا هنحكي فيه. خلينا نرحب في البداية بضيفنا العزيز الأستاذ محسن لموم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. أهلا بيك. منور أستاذ محسن، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. طبعا عندنا حاجات كتير هنتكلم معاك عنها، وتعالى نخلي كلامنا يبقى انطلاقا من الماتشين، ماتش النادي الأهلي مع المصري وسان جورج الاثيوبي، وطبقا لمشاهدتك ورؤيتك للماتشين عايزين نعرف بقى ايه انطباعاتك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كان مهم جدا النادي الاهلي الفوز في المباريات، مش بس الفوز، الفوز والاداء والنتيجه الكبيره. لسبب بسيط جدا، انت في بدايه الموسم خسرت بطوله اللي هي كانت السوبر افريقي طبعا قدام اتحاد العاصمه، الاداء ما عجبش الناس، اللعيبه يعني كان في شويه انتقادات شويه، لكن كان بعديها على طول، يمكن كانت المباراه دي الجمعه، بعديها على طول يوم الاثنين على ما اعتقد او الثلاث كانت ماتش المصري، اول ماتش في الدوري، فكان كويس ان الاهلي يبدا بالشكل ده. كمان مش بس الفوز الكبير في الدوري بالرباعيه باداء عالي جدا واللاعيبه الجداد زي مثلا رضا سليم وكده، لكن او امام عاشور، لكن كمان البطوله الافريقيه لما بدا فيها اللي كان فيها بعض الغيابات اللي زي مودست مش موجود، زي رضا سليم، زي بقيه اللعيبه الموقوفه واللي غايبه، حته التدوير اللي بيعمله مارسيل كولر كان مهم جدا. لان طبعا خلينا نتكلم بكل صراحه، المقارنه ما بين الاهلي وسان جورج بعيده تماما، لصالح الاهلي كلها بكل المقاييس وفي كل المراحل، طبعا منافس متواضع تماما، فمش بس الفوز الكبير ده شيء متوقع، لكن عمليه التدوير كانت مهمه جدا عشان الموسم اللي بدا ده هو الموسم الاصعب للنادي الاهلي طوال تاريخه حتى هذه اللحظه، عشان كده الجمهور الاهلي اطمن اكتر على الفرقه، مش النتيجه اكتر. الاهلي طبعا مرشح انه يتاهل ويفوز بكل سهوله لدور المجموعات، لكن عمليه التدوير كانت اهم ما يميز الفريق في المباراتين دول. ليه الموسم الاصعب من وجهه نظر حضرتك دلوقتي بتقول؟ يعني النادي الاهلي مشارك طبعا مع الرباعي الافريقي اللي هو الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر في بطولات افريقيا، لكن الاهلي بيزيد عنهم بطولتين طوال دوري السوبر الافريقي او الدوري الافريقي لكره القدم اللي يبتدي من 20 اكتوبر لحد 11 نوفمبر، اللي هي البطوله اللي خلالها مش هيلعب اي مباراه محليه، ودي البطوله الاولى اللي بيستحدثها الكاف، دي رقم واحد. كمان عنده كاس العالم للانديه في شهر ديسمبر، بالاضافه لبقيه البطولات اللي هو الدوري السنه دي والكاس السنه دي والكاس السنه اللي فاتت مع بطولات افريقيا. يعني كعدد بطولات حضرتك بتشوف ان ده السبب ان هو هيكون موسم اصعب على النادي الاهلي، بس احنا اعتدنا عدد البطولات ده. لا لا لا، السنه دي اكتر، يعني السنه دي اكتر، زائد يعني قولي الاهلي كل سنه مثلا بيشارك في كاس العالم للانديه زائد البطولات دي كلها، السنه دي حط عليها بطوله دوري السوبر الافريقي او اللي هو دوري كره القدم الافريقيه اللي هي في خلال 20 يوم او 21 يوم. بس انت جاهزيتك افضل، يعني حتى لو انت بتتكلم دلوقتي ان عدد البطولات زاد بطوله، بس انت جاهزيتك افضل، سكواد اروع يعني من الاول لازم بكتير، ما هو لازم ودفعه كمان قويه جدا، ما هو لازم يعني حسنا فعل بصراحه، او من حسن حظ النادي الاهلي الموجود مارسيل كولر، لان مع احترامي طبعا موسيماني لو كان موجود وبيعتمد على عدد معين من اللعيبه كانت اللعبه دي فقدناها وكان فقدنا البطولات، لكن هو بيعمل التدوير، عشان كده بتلاقيه مثلا في اخر الماتش يغير خمسه يطلع خمسه ده. ليه بقى؟ لان هو محتاج كل اللعيبه دي، لان انت مشارك في كل البطولات دي، فمش ممكن، مش ما فيش كولر طبق كلمه فعلا او مقوله فعلا الاهلي بمن حضر. يعني لان فعلا ما لا تشعر بغياب اي لاعب سواء اصابه او اي ظرف اخر، لا السكواد كامل. يعني الماتش اللي فات احنا عندنا خمس لعيبه اساسيه مش موجوده، هل احنا شعرنا بده؟ لا لم نشعر، وما اثرش على الاداء، فدي نقطه قويه. ده اللي خلى النادي الاهلي حصد البطولات السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت لما نرجع الاهلي وكان الناس بتعذر النادي الاهلي لما مثلا بيخسر بطوله او اثنين او يوصل للنهائي او يخسر، ليه؟ لانه طبعا اللعيبه بقى مش مكان دول بشر، لكن هو عمل الحته دي تماما ان هو كل اللعيبه بتشارك. يمكن السنه اللي فاتت السكواد كامل بتاع النادي الاهلي بالاكمل شارك، حتى الحارس الثالث اللي هو كان مصطفى شوبير بعد علي لطفي او احمد شناوي، الوحيد اللي ما شاركش عشان نكون منصفين ايمن اشرف، وده خرج من حساباته الفنيه والموضوع انتهى، لكن هو شارك كل اللعيبه. حتى لما تشوف في نهائي افريقيا السنه اللي فاتت انت بتعتمد على بيرسيتا وكهربا وحسين الشحات، طلع دول وكانت النتيجه، يعني طلع حسين الشحات والنتيجه لسه الاهلي مغلوب، وشارك لسه لعيبه محمد شريف اللي ما كانش بيشارك قوي يعني، وطلع بيرسيتا وبعد شويه وطلع كهربا كمان، طلع الثلاثه اللي هم مثلث الرعب بتاعك، وانت في وقت
حرج جدا محتاج دول، ومع ذلك قدر يتعادل وربنا وفقه. واللي هو يعني حاليا السكواد الموجود او السكوادين انجاز التعبير الموجودين في النادي الاهلي مليانين مثلثات رعب وثنائيات رعب، لدرجه ان ممكن يبقى مساله الاختيار مش بالسهوله اللي كل الناس ممكن تبقى متخيله. ده هو احيانا بيبقى الغيابات كويسه، يعني مثلا الماتش الاخير مثلا موديست مثلا مش مقيد في البطوله، او رضا سليم غايب في البطوله الافريقيه يعني، فبالتالي يقدر يشارك بقى اللعيبه الثانيه. احيانا بتبقى كويسه عشان بتفرض نفسها على المدرب، بس حتى لو ما كانتش موجوده هو كولر عنده الحته دي، بيقدر يلعب الفريق كامل مكمل. يعني انت بتلاحظ ان هو يجي في اخر الماتش، يعني في ماتش المصري فكان ده ما اعرفش 80 او بعد كده، راح شايل خمسه ودخل خمسه، يعني اللي هو ايه، لانه محتاج كل الفرقه، محتاج كل الفرقه عشان طول الوقت انت عندك بطولات. انت النهارده بتشارك في افريقيا، وبعدين في ماتشات افريقيا، وبعدين الكاس مصر، وبعدين هيطلع على المنتخب. المنتخب دي مشكله كبيره جدا، وازمه اللي هي السفر هيكون علي معلول مع منتخب تونس في اليابان، وديانج مع هيلعب مع منتخب مالي في السعوديه، وبيرساو في جنوب افريقيا، وكل دول بعد ثلاث ايام مطالب يكونوا في تنزانيا عشان يلعبوا مباراه سيمبا اللي هي المباراه الاولى في اول ماتش في دور السوبر. كل ده مع المنتخب نفسه هيكون في الامارات بيلعب ماتش الجزائر. كل الكلام ده كله بيعمل ضغوطات، فعشان كده المدرب بيحاول على قد ما يقدر يريح لعيبته. رؤيتك للصفقات الجديده رضا سليم تحديدا وامام عاشور؟ والله هي بتتحدث عن نفسها، الصفقات الجديده للاهلي بتتحدث عن نفسها. النهارده لما تشوف رضا سليم من اول مباراه، حتى المباراه اللي الاهلي خسرها بتاع اتحاد العاصمه، لا رايح عنده اصرار. يمكن حتى كان في تصريح لحتى لرئيس نادي الجيش الملكي قال لك لهذا السبب اصر النادي الاهلي على استقطاب او رضا سليم، لانه طبعا كان بيلعب في الجيش الملكي، لانه هو اللاعب لقي نفسه. انت رايح بقى، انت رايح في حته تانية خالص، انت بتلعب مع احترامه طبعا للجيش الملكي، انت مشارك مع النادي الاهلي، فاذا انت رايح كاس عالم الانديه ودور السوبر الافريقي، وبعدين في النادي الاهلي نادي القرن، النادي الاكبر في الشرق الاوسط، فده بيدي لك فرصه اكبر ان انت تعلى وتعلى. فعشان كده وبعدين لسه شاب صغير، فدي برضو ميزه الصفقات، مش مجرد صفقات، لا السن كمان. هتقول لي مودست كبير في السن، مش مشكله، الحته دي لها ظروف خاصه، لكن تحديدا رضا سليم وامام عاشور لا، فارقين تماما مع النادي الاهلي. انت لما تشوف امام عاشور عامل اسيستين، منهم واحد عبر للقارات بسم الله ما شاء الله، يعني رضا سليم هو جاب الجون الاولاني، مش مجرد جون، ده هو شاطها ورجعت له، عنده اصرار المباراه الاولانيه، عنده اصرار وبيحاول دايما يعني مش بديل كفء، لا ده هو اساسي كفء. ما فيش يعني الفرقه بتاع النادي الاهلي ما فيهاش بديل، انا شايف ان كلهم اساسيين، بس بحكم الظروف لازم يلعب 11 بس. فعشان كده صفقات النادي الاهلي كلها مفيده، قليله ولكنها مفيده. عايزه اطلع من الموسم اللي فات اللي هو كان اكثر من رائع، واللي البعض اطلق عليه استثنائي بمعنى الكلمه فعلا، واخش على الموسم ده، بس اخش على الموسم ده وانا عارف مشاكلي اللي كانت موجوده في الملعب في الموسم اللي فات، واشوف هل في الماتشات اللي انا لعبتها وهي القليله جدا في العدد، يعني هل انا ظهرت بمشهد او بصوره مختلفه شويه، قدرت ان انا اسيطر احل المشاكل اللي عندي، اللي كان منها الميس باس، واللي كان منها للاسف الشديد صحيح. الفينال بتاعنا اللي هي لمسات الاخيره وغيره، هل انا قدرت ادخل الموسم الجديد وظهر فعلا اختلاف شويه في الماتشات اللي لعبناها؟ هو بالفعل ظهر، وبعدين في كويس جدا في الماتشات في الموسم الجديد، ان هو ما عادش فيه جس النبض، مش مثلا ايه اصل احنا لسه في اول موسم فالاداء مش قد كده، لا خلاص، هو النادي الاهلي استنفذ الحته دي في مباراه اتحاد العاصمه. كان في شويه اجهاد عند اللعيبه ايا كان، مش برر طبعا ده، لكن الهزيمه لا تبرر، لكن في النهايه اللعيبه كان عندهم حاله، دي اكتر حاجه خطر كانت على النادي الاهلي الموسم ده، حاله التشبع، حاله التشبع. النادي الاهلي واخد كل بطولات السنه اللي فاتت ولم يخسر الا بطوله كاس عالم الانديه قدام ريال مدريد، اللي هو مقبول يعني مقبول جدا، يعني ده تقدير مقبول جدا. ف كله تمام، وخد كل حاجه، وداخل على موسم جديد، فبالتالي ايه الرصيد يسمح، حتى يعني الرصيد يسمح انه لو خسر بطوله يسمح، بدليل انه لما خسر كاس السوبر الافريقي الجمهور كله حي حتى كولر في الماتش الاخير، لكن عند النادي الاهلي لا، مفيش حاجه اسمها تشبع. فكانت دي نقطه خطر شويه، يمكن كان بيعالجها زمان مانويل جوزيه، كان عنده ذكاء اكتر من يعني ذكاء شخصي اكتر منه فني، فعشان كده كان بينجح مع الفريق ده ان هو دايما يجدد الحوافز. هو السنه دي خلاص هو استنفذ مباراه واحده، شكرا خش على اللي بعده، فعشان كده ده يحسب لكولر بكل على ذكر كاس العالم للانديه، شايف ان فرص النادي الاهلي في النسخه القادمه ان شاء الله هتوصل بينا البيت؟ عايز اقول لحضرتك ان دي الفرصه الاخيره للنادي الاهلي،
انه يعمل حاجه في البطوله دي، حاجه يعني طبعا هو عمل، لكن يعمل حاجه افضل من اللي عمله. بمعنى ايه؟ لان البطوله السنه الجايه خلاص انت 24 فريق وانا ما اعرفش 8 من اوروبا، اذا كنت انت بتعاني مع واحد في اوروبا. يعني النادي الاهلي في البطوله دي فرق اوروبا حرمت الاهلي من النهائي، ريال مدريد ومر من اخواله ولا من النادي الاهلي في المرتين خسر منهم وما صعدش المباراه النهائيه. النادي الاهلي طبعا عنده حلم ان يصل المباراه النهائيه، لو وصل المباراه النهائيه حتى لو خسر هيبقى افضل انجاز في الشرق الاوسط كله، لان النادي الاهلي واخد 3 برونز، لكن مثلا الهلال السعودي وصيف، الرجاء المغربي وصيف، الجزيره الاماراتي، مازيمبي الكونغولي، الاربعه دول وصلوا نهائي، 2 من افريقيا و2 من اسيا. ده ما قدرش يحققه الاهلي. ليه؟ لانه كان عنده عقده من فرق اوروبا، كان دايما بيخسر من فرق اوروبا، يعني في الغالب يعني فرق امريكا اللاتينيه بيخسر وبيكسب، يعني بيروح ويجي. فعشان كده من حسن حظه السنه دي ان هو في طريقه بطل كوبا ليبرتادورس اللي هو امريكا الجنوبيه، مش مانشستر سيتي. يعني اذا حصل النادي الاهلي قابل السيتي هيقابله في النهائي، ولكن طبعا عنده عقبه، عقبه كبيره جدا مهمه جدا، مباراه الاتحاد او الوجه المحتمل، عشان لسه طبعا الاتحاد عنده مباراه مع اوكلاند سيتي اكيد مرشح بنسبه 99% انه يكسبها، لكن في النهايه دي مباراه صعبه جدا على الفرقتين. انت بتلعب مع اتحاد جده بطل الدور، بطل الدوري السعودي على ارضه، صاحب الصفقات المميزه بقى بنزيما كفايه وكانتي والكتيبه دي، عاملين عرض هايل بصراحه في الدوري السعودي، بتابعه كويس جدا، فعاملين شغل كويس جدا، اميز بصراحه في وجهه نظري من النصر والهلال وبقيه الفرق الثانيه، وعامل شغل عالي جدا، يمكن اميز فريق في الدوري السعودي. فعشان كده الكل في إيه؟ اميز في ايه؟ لا هو مستوى ثابت، يعني الهلال مثلا بيكسب بصعوبه، بيتعادل، بيخسر نقاط. النصر لا، مع احترامي للاسماء اللي فيه مش قد كده يمكن. وكريستيانو ما عملش برضو، لا كريستيانو ده يعني وجوده مش عشان كريستيانو هيدي، وجوده عشان هو كريستيانو، ما احنا فاهمين، بس كنا متوقعين برضو يحدث. النصر خسر يعني اول ماتشين ودي ما حصلتش من سنين، وبدا يكسب بعد كده. الشباب بكل امانه عنده مشاكل كتيره، الاهلي ماشي كويس لكنه خسر اخر ماتشين يعني، لكن الوحيد اللي الاتحاد اللي ماشي بشكل كويس، يعني عامل توازن في فرقته بكل امانه. يمكن مش عنده لعيبه وجات لعيبه، يمكن ساب مثلا حجازي، ساب طارق حامد، لكن عنده لعيبه تانية قدر يعمل التوليفه دي. كانتي حلله مشاكل كتير، بنزيما طبعا بيفكر، سابانه لحجازي اثر في ناس كتير، يعني في ناس ما عجبهاش الوضع. شوف هو ما عجبهاش بس هو لا يلام، خصوصا ان حجازي كان الفتره الاخيره نهاوند اللي هي دي بيضاء كتيره وكبيره. لا هو كان قائد الفرقه، هو قائد الفريق اللي حصل على الدوري السنه اللي فاتت، لكن اصابه الرباط الصليبي خرجته من حسابات للاسف اسوأ الاصابات يعني. انت كان منطقي، ما لا يلام، وخصوصا الاتحاد السعودي لكره القدم بيسجل 8 لعيبه اجانب، الاتحاد اللي كان عنده 10 لعيبه اجانب، فعايز يتخلص من، مش يتخلص، يسيب 2 على الاقل. فكان طبعا كان طارق حامد وكان حجازي، وفيما لو كان راح محمد صلاح كان هيشوفوا حل حد يمشي تاني، او كان هيتم تجنيس احد اللعيبه في الفرقه اللي هو كان بقاله فتره، اعتقد لاعب اسمه ريفلينيو، مش متذكر اسمه، او رومارينيو، هو كان هيتجنس، كان هيشوفوا له حل. فكده كده كان مجبر على انه يترك حجازي. الناس زعلت لكن هم لا يلاموا بكل امانه. فعشان كده نرجع بقى للنادي الاهلي، المباراه دي هي عنق الزجاجه بالنسبه للنادي الاهلي. اذا الاهلي فاز بيها ان شاء الله يقدر، هتدي له دفعه مع الجمهور الكبير اللي موجود في السعوديه، الجمهور المصري طبعا اللي هيشجعه قدام بطل امريكا الجنوبيه اللي لسه ما هيتحدد في نوفمبر. هتبقى دي هي المباراه الاهم للنادي الاهلي، لانه لو فاز بيها ان شاء الله خلاص هو انت حققت اللي انت عايزه كله. النهائي بقى لن تلام قدام السيتي حتى لو خسرت اقوى نادي في العالم في الوقت الحالي. وثانيا ما حدش هيشوف بعد كده نهائي ولا نصف نهائي، خلاص ما مش هتشوف تاني. انت رايح بقى في المعمعه، كاس عالم بجد، 24 فريق، 8 فرق من امريكا، من اوروبا. طب هتروح فين انت اذا كنت انت بتعاني قدام مثلا تشيلسي، ريال مدريد، بيرن؟ هتلاقي بقى ريال مدريد وبرشلونه والسيتي وتشيلسي وليفربول. طب هتعمل ايه؟ ده انت رايح معقل الاسود، فمحدش يلام. فهي الفرصه الاخيره للنادي الاهلي السنه دي بطوله كاس العالم للانديه. يا والله نتمنى يوم من الايام ان احنا نبقى بننافس يعني فرق اوروبيه، ده مش بعيد، مش بعيد ان هو يحصل. اكيد عايز اروح معاك محليا شويه، نتكلم عن الدوري الممتاز يعني، او دوري النيل بقى بالمصطلح الجديد يعني. سمعنا ان في وعود ان هذا الموسم هيبقى دوري مختلف، مش بس فكره اختلاف الاسم، لا هيبقى في اختلاف بشكل كبير جدا في الكاميرات وفي الملاعب وفي التصوير وفي التقنيات وغيره، في كل حاجه تقريبا، وده اعتقد شيء كويس جدا. ولكن الفارق هنا بقى ان انت داخل برضو مع فرق مستواها، في منهم فرق كانت بتحصل على المركز الثاني والثالث لمواسم عديده، دلوقتي مستواها متراجع بشكل كبير جدا. انا لا اذكر يعني نادي مش الزمالك لوحده او مثلا سيراميكا لوحده
او غيره، لا، في بعض الانديه اللي اعتدنا على مستوى معين منها هي داخله الموسم ده غير عندهاش جاهزيه اصلا يعني. في على الصعيد الاخر انديه عندك صعدت وعامله شغل كويس دلوقتي، فش كده انا بقول محليا دايما الموسم ده هيبقى مش بس مختلف، هو هيبقى غير متوقع بشكل كبير. والله هو ده كويس، هو ده صح في صالح الكره المصريه، لكن للاسف كل حضرتك بتقول عليه ده يعني كان ينقص الجمهور. يعني الكاميرا لما بتيجي ده لما بيجيبوا منظر الدرون من الملعب من فوق، لا بصراحه سيئه جدا، خصوصا زي استاد القاهره ده استاد تاريخي طبعا، ما مش بيبان فيه اصلا 30,000 ما بيبانوش فيه صح. فعشان كده لما العدد المحدود اللي محددين اللي هو 5,000 لكل فريق، 10,000 يعني التوتال، يعني قليل ما زال على الفرق، خصوصا ان في فرق زي ما حضرتك ذكرت، يعني مثلا السنه دي الثلاث فرق اللي تاهلوا ما فيش حد فيهم خسر اول جوله، سواء زد ده زد كسب الاسماعيلي النادي يعني الكبير، بلديه المحله كسب الفريق الثالث الجونه اتعادل، يعني اقصد اقول ايه، الفرق مش جايه تصعد عشان تهبط، لا ده هزموا فرق يعني طموح وانديه جماهيريه لها تاريخ. الفرق الكبيره الفرق كده الاسماعيلي خسر، المصري خسر، ده كان غير متوقع بصراحه تماما، يعني احنا وقفنا عندها شويه اتغيرت خلاص. بس حاجه غريبه يعني، انا النادي الاسماعيلي لا مش غريبه خلاص، هي حاليا ممكن تقول مش غريبه لان الاوضاع الماديه والمشاكل الاداريه ما بقاش في مصر بس. هو انت النهارده مين بطل الدوري الانجليزي المستوى عليه في السنوات الاخيره وبطل العالم؟ الفرق الثقيله بتاعتهم الجماهيريه اللي ليها شعبيه واللي ليها تاريخ قليل قوي منهم اللي بيصارع على الهبوط، لكن دلوقتي بقت كلمه الهبوط مقترنه بانديه ما كانش ينفع يتقال كلمه هبوط في جمله واحده بتضمهم مع بعض، عشان الكره بقت امكانيات. ما هو النهارده نادي بيراميدز ما هو راس المال يعني، بلا جمهور يعني ما عندوش جمهور اساسا أي. ومع ذلك بينافس اخر سنتين هو وصيف الدوري وبينافس وفريق قوي وطموحه بيعلنه. ليه بقى؟ عشان هو ضمن عدد رائع من اللعيبه في كل المراكز، بدا يجيب لعيبه صغيره وفي لعيبه كبيره ويجيب وبيصرف، ده موجود عنده، ده مش قادر يعمله الاسماعيلي مثلا الى حد ما، المصري الاتحاد الانديه الجماهيريه مش قادره تعمل ده، طب هتعمل ايه؟ فهو الموضوع مرتبط بالصرف يعني اللي هو الدوريات الحاليه يعني. وانت بتتابع الدوريات الحاليه اخر شويه سنين، هل بتستمتع نفس قدر الاستمتاع اللي كنت بتستمتع بيه زمان؟ لا اكيد لا، لما كان المقاولين تقيل والاتحاد السكندري، بس ده بشكل عام ملوش علاقه، كان الثمانينات ما كانش فيه الاحتراف يعني، كان ايه، كانت اللعيبه بتلعب بالانتماء يعني بتحب النادي ده، كانت نادر يعني لعيب يسيب الاهلي يروح الزمالك، الزمالك يروح اهلي، كانت حاجات بسيطه، لكن في النهايه كانت الكره للمتعه، ما كانتش الاحتراف. لما دخل عصر الاحتراف خلاص بقى الموضوع بزنس، بقى النهارده عادي جدا ابن الاهلي يروح الزمالك وابن الزمالك يروح الاهلي خلاص، لان البزنس عالي موجود في كل العالم النهارده. بقول لحضرتك افضل نادي في العالم مانشستر سيتي كان لحد وقت قريب المدينه كانت سيتي دي، هو قصدي مانشستر دي كان مانشستر يونايتد مش مانشستر سيتي، لما الملاك الاماراتيين وصرفوا خلاص خدوا دوري ابطال اوروبا وصعدوا قبل كده دوري ابطال اوروبا، والنهارده مسيطرين على الدوري الانجليزي لدرجه ان انت النهارده الدوري الانجليزي ده دوري مالوش ماسك، الصغير يكسب الكبير واي حد واي نتيجه تحصل في اي حاجه. ومع ذلك كان مثلا الجارديان الانجليزيه صحافه الجارديان اختارت عنوان قبل الموسم، من بالبلدي كده مين يقدر على السيتي؟ قالت بقى هل ليفربول، هل توتنهام، هل تشيلسي، هل يونايتد، هل ارسنال، كل دول يحاولوا، لكن السيتي في حته واحده. الجمله صح، مين يقدر على السيتي ولا مين يقدر على هالاند تحديدا؟ لا سيتي، لا بصراحه ما هو هالاند السنه دي مش متالق قوي يعني، مش نجم النجوم، لكن السيتي النهارده الست جولات ست مكاسب يعني، وما فيش حتى تعرفش نقطه خسرها يعني، النادي الوحيد في كل الدوريات واللي عامل كده، يمكن الريال خسر اخيرا يعني أيوة. خسر او فقد يعني، اعتقد يمكن في الانتر برضو نفس الكلام، لكن في ايطاليا يعني، لكن في الحته دي لا، ده في حته لوحده، في حته لوحده، كل الابطال بيعانوا في كل الدوريات، كل الدوريات في العالم ما عدا السيتي. ليه؟ لانه هو في حته تانية خالص، السكواد بشع، اللعيبه بسم الله ما شاء الله، مش هالاند للامانه، مش هالاند بس، كل الفرقه. فعشان كده ده بسبب ايه؟ الماده خلاص، هو مرشح للفوز بكل البطولات اللي هيخش يعني الدوري الانجليزي اللي ما حدش يقدر يتوقعه، مرشح لكاس العالم للانديه، مرشح ده طبيعي، ده مش عايزه كلام يعني، الموضوع منتهي يعني. طب مش يمكن ناخده احنا يا استاذ محسن؟ يا رب والله هيجي يوم من الايام يحصل، لما كل حاجه بتبقى في الاول ممكن عارف حلم بعيد وبعدين لا ممكن. في نادي كره قدم لكن بنتكلم معطيات، لكن ان انت عشان كده بقول في الاول اديه فرصه الاخيره للنادي الاهلي، الحق اصعد والدنيا ايه لذيذه كده. هو عامه تدخل راس المال اثر بشكل كبير جدا، لكن انا هختلف في نقطه، احنا دايما لازم حاجه نختلف فيها في كل فقره، ليه كده؟ اتفضلي. مش عارف هختلف معلش شويه، ان مش كل اللعيبه عندها فكره اللي هو انا ممكن اروح نادي منافس، لا في البعض بيقبل ذلك، وفي او على فكره مش بدافع عن لعيبه النادي الاهلي فقط، حتى في الزمالك موجود حتى في اوروبا موجود يعني، في اللي عنده القابليه لده، وفي اللي عنده حتى وان كان العرض افضل انا مش هروح النادي المنافس. معاكي، ما موجود بيسموهم في اوروبا الاوفياء زي توتي بصراحه، توتي يعني عشان ملك روما حق يقال لا ماشي، موجود في كل العالم،
توتي مثلا ملك روما موجود مع روما، رفض يروح بقى ريال مدريد واليوفنتوس ومش عارف، كان ياخد بقى كوره. على فكره ده حلو، لان خلي بالك الجماهير مالديني في ميلان. باولو مالديني طبعا اي سي ميلان رقم ثلاثه، انا مش هنساه طبعا طبعا. ابن سيزار مالديني وابنه لاعب برضه، وباباه كان ابوه وابنه. فعشان كده ده خلاص ده مش هيسيب اللي مش هيروح في اي حته ولا يحترف في اي حته. خلي بالك ده اللي دايما الجماهير بتذكره، يعني ده اللي بيعلم مع الجماهير بشكل كبير، لان الجماهير عمرها ما بتغير انتمائها. يعني هي جماهير ثابته بقى بالظبط، لكن اللعيبه بعض منهم. الانطباع اللي اتاخد مؤخرا على محمد صلاح بعد رابطه للعروض السعوديه المهوله، فبيتقال عليه نفس الكلام. استاذ محسن نورتنا، ربنا يكرمك. الوقت جري بسرعه والله، يعني بس بنستمتع بالقراءه يعني معاك حقيقي. شكرا ليك استاذ محسن، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا، بنشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه، وباذن الرحمن يتجدد اللقاء بكره يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.